أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سهرة زملكاوية جديدة قناة الصحة والجمال. كتير من نجوم الرياضة موجودين، يمكن في تقدم رياضي كبير جدا على شاشة قناة الصحة والجمال. النهاردة يكون معنا ضيف من العيار التقيل جدا، نجم من نجوم نادي الزمالك ونجم إعلامي كبير. قبل ما ادخل حتى في الانترو خلينا ارحب بيه، يعني عنده قيمه اعلاميه كبيره جدا، نجمنا الكبير كابتن سعيد لطفي، منورنا حبيبي كابتن عزت. ربنا يخليك، بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير بصحه وسعاده، ويعني انت مدينا اكتر من حقنا بكتير. لا يعني لا لا، حقك انت استاذنا، حقك كابتن سعيد، استاذنا في الاعلام والله، حقك كابتن سعيد، ربنا يخليك. في البدايه كده حابب يعني تنويه بسيط لنادي الزمالك وما يجري فيه. احنا قلنا سهره زملكاويه، وسهره زملكاويه هيكون فيها الـ 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 الكلام بشفافيه، والقلب هيكون مفتوح لكل الناس، ويكون فيه مداخلات يعني حواري لمده ساعه، بعد الساعه نص ساعه ان شاء الله لجمهور نادي الزمالك، واي حد حابب يشارك هننزل المشاركه، وكمان هننزلها عبر رقم هاتف تليفون، ما هيكونش مكلف عليكم. من واحده لواحده ونص هيكون فيه مداخلات تليفونيه، لكن عندنا وجهات نظر كتيره جدا حابين نعرضها. نادي الزمالك والمشاكل اللي بتدور في نادي الزمالك والقضايا اللي بتدور في نادي الزمالك لعل أهمها وأبرزها، وهتكلم في جزئية مهمة جدا، وهي إيه أسباب اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ هتقولي أصل نادي الزمالك متصدر، أصل في ناس متربصة، أصل في معرفش مين بيحصل إيه، لكن إحنا بنستشعر كلنا إن في أزمات في نادي الزمالك، ولازم نحط عليها مليون علامة، ولازم ناخد 100 خط تحت الأزمات والمشاكل المتعلقة بنادي الزمالك، خاصة إدارة نادي الزمالك. هاخد نقاط كتيرة جدا، بس قبل ما أدخل في النقاط والصعاب هاخد رأي الكابتن سعيد في تعادل الزمالك مع المقاولين في الأمس، والنهاردة يعقبه تعادل للأهلي مع الجونة. يمكن في اللحظات الأخيرة الناديين أو القطبين بيتعادلوا. بص يا أستاذ عزت، أطلع لك حاجة، الأهلي والزمالك الاتنين بيفرطوا في نقاط يعني صعب جدا التفريط فيهم. أنا شايف فنيا الزمالك أفضل من الأهلي بفارق فنيا طبعا، بالنسبة للعناصر الموجودة والخامة الموجودة. لكن الأهلي يعني الماتش الأخير مثلا بتاع الزمالك عرف إزاي يكسب الزمالك، بيبقى في ماتش الزمالك حاجة تانية. لكن أنت بتتكلم لما تتكلم في مستوى، يعني الزمالك مثلا تعادل مع المقاولين امبارح، النهارده هيتعاد مع جونه، شوف الزمالك كان عامل ازاي في ماتش امبارح، ممكن يكسب 3-4، يعني بيبقى له انياب وله وعنده مفاتيح لعب. النهارده الاهلي تحس الاهلي لو قعد مش فتره هيكسب. كبيره مش هيجيب جول، مش هيكسب، ما تحسش بخطوره النادي الاهلي. فالزمالك والاهلي بيفرطوا في نقاط صعب جدا التفريط فيها. يعني انت بتتكلم في المقاولين بينافس على الهبوط مع كم من احترام لفريق كبير، الجونه بينافس على الهبوط، الزمالك بتغلب من غزل المحله، بيتعادل مع اسوان، الاثنين بنفس على الهبوط، الاهلي بيتعادل مع البنك الاهلي بصعوبه مثلا من ضمن النقاط اللي فرط فيها، ومع الجونه بينافس على الهبوط، والجونه النهارده من الفرق بتنافس على الهبوط. فبتكلم ان انت بتفقد نقاط مع فرق، لما تيجي تتكلم مع بيراميدز اقول لك ماشي، انبي ممكن، المصري، الاتحاد السكندري، الفرق اللي هي ماشيه بشكل كويس وفرق ليها اسم، لكن انت بتقع ماتشات سهله جدا. ماتش الزمالك والمقاولين انا شايف ان الزمالك في المباراة دي كان لازم ان هو يعني يغطي، يعني اللي انت ما ينفعش جول. تمشي ما ينفعش تمشي 1-0 2-1 مع المقاولين، فرقة تقيل برضه مكان عندها خبرات وعندها لعيبة، عندها اصحاب خبرات تعرف ترجع تاني للماتش. نفس الكلام بالنسبة لعماد النحاس المدير الفني، برضه مدير فني عنده خبرات، والمقاولين بقاله فترة يعني ابتدى يلم نفسه شوية، كان ماشي وحش جدا في بداية الدوري، ابتدى يعني واحده واحده يرجع. فبرضه الماتش مش سهل اي نعم، لكن فريق بينافس على الهبوط ومن الفرق اللي في المؤخره. كره شيكابالا الاخيره دي خلي بالك كانت ممكن بشكل كبير جدا تحسم الغراب، انا شايف انها بدلك كتير. يعني شيكابالا جابها من بره في الاهلي مرتين بنفس الطريقه، ويدخل جوه ويقطم ويحطها في لكن المره دي شاطها، بس هي جت تحت، جت على الارض. دي لو جت جول كانت الامور يعني اختلفت بشكل كبير جدا. طيب انا برضو يعني بما ان السهره زملكاويه، احنا قلنا نتيجه الاهلي عرضا كده، لكن انا مش عايز اربط نفسي بالاهلي، يعني جمهور الزمالك ما يفرحش ان نادي الاهلي اتعادل النهارده وهو متعادل امبارح مع المقاولين العرب. انا خليني في مشكلتي انا، لان الاهلي مع نفسه، الاهلي في اضعف مواسمه في الفتره الاخيره في الحقيقه، الاهلي في اضعف مواسمه، سواء كان في بطوله افريقيا او سواء كان في بطوله الدوري. المهم انت شكلك عامل ازاي، انت عندك لعيبه افضل، عندك امكانيات لعيبه هايله جدا، يعني انت تبص للعناصر زي ما انت قلت كده، لما تقارن الفرقتين لا الزمالك فارق بجاب، الزمالك اعلى بكتير، افضل بكتير عناصر، ومع ذلك
مفيش طمانينه عند جمهور النادي الزمالك. احنا بص يا استاذ عزت، الناس في الاداره بيزعلوا، خلي بالك الناس مثلا بنيجي نتكلم يقول لك ده بيهاجم، انا ما بهاجمش الاداره. انا بتكلم ان كل الناس بتقول كده، ان انت مفيش استقرار اداري. طبعا في مفيش استقرار اداري، في مشكله اداريه موجوده في نادي الزمالك، محدش يقدر ينكر الكلام طبعا ده خالص. مش عايزه كلام، احنا ما بنقولش، احنا ما بنغلطش في الناس، ولا بنقول الناس دي ناس محترمه وناس قامات كبيره وناس هي ناس، خلينا نتكلم انهم ناس ما عندهمش خبرات اداريه، ما قدروش انديه قبل ما كده، ما قدروش قبل كده، فهم اتحطوا في مكان مش بتاعهم، اتحطوا في مكان مش بتاعهم، وبعدين للاسف بياخدوا قرارات من دماغهم، ما بياخدوش راي الناس اللي هي بتفهم، اصحاب الخبره، اصحاب يعني. انت كنت جبت مثلا، جبت ناس فاهمه، ناس ليها تاريخ، ناس قويره، بتبتدي تشاور معاهم، لكن هو بياخدوا قرارات من دماغهم، ما بياخدوش قرار. طب انت بتاخد قرار وبعد كده بيطلع قرار غلط، بيجيب اثار سلبيه، فطبعا ده بيأثر، ومأثر على الفريق الاول. قرار اللي هو بتاع كارتيرون، ان انت مشيت باتشيكو قبل ماتش الترجي، مشيه بعد ماتش الترجي، توقيته كان خاطئ، توقيت ما بقولش ما تمشوش، بس توقيته كان خاطئ، ومشيت باتشيكو مش بالضروره ترجع كارتيرون، يعني مش بالضروره، انت بتمشي مدير فني انت شايف ان هو مش كويس، مش بالضروره ترجع كارتيرون وانت عندك علامات استفهام، وبعدين رجعه، انا بقول ان هو افضل، وما جابلوش الجهاز اللي هو عايزه، ما جابلوش الجهاز اللي هو عايزه، يعني انت رجعته وقال لك عايز فلان وفلان وفلان، قلت لهم لا انت طب ودي فن اداره، انا اجيب المدير الفني اللي هو عايزه بجيبه له، عايز فلان حاضر، عايز فلان، انا بوفر له كل حاجه عشان بعد كده اعرف احاسبه، عشان تعرف تحاسبه، وعشان يشتغل، وعشان ما يتقالش كلام زي اللي اتقال مع اسامه نبيه، وحصل مشاكل وحصل خلافات، واسامه عايز يمشي والكلام ده كله، فدي كلها بتبقى تخبطات. انا برضو عايز، بما اننا في رمضان وبما اننا في سهره زملكاويه، نفتح قلوبنا ونتكلم بمنتهى والله لصالح الزمالك، لصالح نادي الزمالك، لصالح الزمالك. اداريا في علامات استفهام، الناس محترمه جدا، راقيه جدا، لهم كل التقدير والاحترام، مناصب راقيه، مستشارين وناس طبعًا. عسكريين وناس قضائيين فوق دماغنا، على دماغنا، بنتكلم على اداره رياضيه، على اداره كوره، اداره كوره، دي ما يعني احنا ممكن تبقى صديقي، الكابتن سعيد لطفي صديقي وصاحبي جدا، ممكن الكابتن جمال عبد الحميد صاحبي وصديقي جدا، واطلع انتقد واقول كلام، كابتن سعيد النهارده اخطا في ادارته كحكم، اخطا في ادارته كمدير فني، مش معنى كده ان انا عدو، مش معنى كده ان انا خصمه، بالعكس، ما هو بننتقد بعض. بص يا استاذ عزت، لكن الناس دي بتزعل، مشكله، يقول لك اصل فلان بيهاجم النادي، اصل فلان ضد اللجنه، اصل فلان مع فلان، لا لا، اصل فلان تبع مرتضى منصور. يا جماعه، ما احنا احنا كلنا تابعين لنادي الزمالك. انا هتكلم بشفافيه وبقلب مفتوح النهارده مع الكابتن سعيد، وانا هقول اللي جوايا، وكابتن سعيد هقول اللي جوايا، كذا ملكويه، مالناش دعوه باشخاص، مالناش دعوه باشخاص نهائي، احنا بنتكلم ان احنا ده نادي الزمالك. الزمالك في الناحيه الاداريه الموجوده فيه عندي مشكلتين، المشكله الاولى طريقه التعامل مع الرياضيين، وطريقه التعامل مع لاعبي كره القدم بنادي الزمالك عملت لنا مشاكل أكتر من مرة، اللاعبين يحصل مشاكل، أنا مثلا على سبيل المثال مشاكل في حراسة المرمى، جنش وأبو جبل وعواد، المشاكل دي الناس دي كانت موجودة، هم ومعاهم كمان محمد صبحي في عصر المستشار مرتضى منصور، ما سمعناش عن مشكلة واحدة، لأن كان فيه قوة إدارية، لاعبين مش عايزين ينزلوا التدريب في بعض الأوقات، ما سمعناش الكلام ده في عهد المستشار مرتضى منصور، طلع قال اللي مش عايز الباب يفوت جمل، وطلع قال لي جنش تحديدا، فاكر المداخله اللي عملها مع الكابتن خالد الغندور اعتقد على قناه العاصمه، وطلع قال له لو مليون زي جنش الباب يفوت جمل، مع السلامه، حصل. كان زعلان، وكان جنش في اوج تألقه، وكان هو مكسبنا البطولات كلها، بقول لك جنش كان في اوج تألقه، قال له مع السلامه. التعامل الاداري مع لاعبي نادي الزمالك كابتن سعيد لطفي، وانت لاعب كره قدم وكابتن كبير، شايفه ازاي؟ لا، شايف ان ما بقولك مفيش فن الاداره، فن الاداره مش موجود. انا معلش، مع كامل احترامي، المستشار هشام ابراهيم راجل كان بيشتغل في نادي الشمس، عضو مجلس اداره باين او حاجه زي كده، ما اعرفش، في نادي الشمس طبعا، بعيد عن الانديه الكبيره طبعا، والاداره والحاجات دي والتنافسيه والحاجات دي كلها، مع كامل نادي الشمس حاليا في نادي في الدرجه، مكسبه زي خسارته مش بيفرق، ثالثه وثانيه وقسم ثالث، ونادي الشمس اسم كبير من اسماء من الثانيه للثالثه، من الانديه الاجتماعيه، من اكبر الانديه، لكن كره القدم ما فيش، لكن كره القدم لا. المستشار عماد عبد العزيز راجل عسكري، وراجل شخصيه مهمه جدا، وشخصيه جدا محترمه، محترمه جدا، وانا شخصيا بحب الراجل ده طبعا، انا بحب الراجل، بحس انه راجل طيب، بكلمك بصراحه، بس اداريا يا استاذ عزت لا، بعيد بعيد. فالمستشار التالت انا بصراحه ما حصلليش الشرف ان انا اعرف اسمه، هم دول اللي في الصوره، هم اللي بيدوروا، هم اللي في الصوره، والمستشار هشام ابراهيم هو اللي بيعمل كل حاجه في النادي، بس عشان طبعا هو اللي بيعمل كل حاجه في النادي، هو اللي بيمشي، هو اللي بيجيبه، هو اللي بيعمل كل حاجه، المستشار هشام ابراهيم هو صاحب القرار الاول في نادي الزمالك.
يعني يعتبر الرئيس التنفيذي يعني. هو الرئيس التنفيذي، برافو عليك، هو الرئيس التنفيذي في نادي الزمالك المستشار هشام ابراهيم، هو اللي يعني بيفرض رايه، عايز يعمل حاجه، عايز في اي قرار عايز يتخذ صاحب القرار خلاص. صاحب القرار، عشان كده هو بيتعرض لهجومات ودي مشكله. ما انا بقول لحضرتك ودي مشكله، ما هو انت تبقى صح يعني، معلش مع احترامي، في رئيس نادي موجود طبعا، وحضرتك نائب، وفي مش عايز اقول يعني لجنه، في لجنه تنفيذيه تاني، وفي حاجات كتيره كده، في لجنه تنفيذيه تاني بقى فيها اكتر من حد، لكن لازم الناس بتوع الكوره يبقى هم يعني لما نيجي ناخد قرار يخص كره القدم لازم استعين بمجموعه ناس واثق فيها، ثقات، يكونش لها مصالح، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وهم كمان مشكلتهم بيرموا ودانهم للناس، يعني بيرموا بيسمعوا. عايزه استاذ عزت عبد القادر ده وحش يبقى وحش، سعيد لطفي مثلا ده وحش، مش عارف، لا انت ما انت مع ده بقى جديد، جديد عليهم الكلام ده، لازم تبقى عارف انت تشوف بنفسك وتعرف وتحقق اي حاجه، يعني ما تبقاش انت بتسمع بترمي ودنك لاي حد يقول لك اي حاجه على لعيب الفريق الاول او على مدرب او على اداري او او او، اشتغل واللي بيشتغل بضمير واخلاص يعني اقف معاه. لكن انت شايف ان في حد شغال بطريقه مش كويسه، سواء لاعب يعني في المنظومه كلها، لاعب اداري في اي فرقه من الفرق، احنا خلينا نتكلم عن كره القدم بشكل خاص يعني. يعني لازم، انا شايف يا استاذ عزت بصراحه، لازم مدير كوره قوي يبقى موجود في الفريق الاول. نادي الزمالك ما ينفعش يكون في مفيش مدير كوره، انا شايف، لا الزمالك ولا الاهلي، انا شايف غير اللي حضرتك شايفه. انا شايف ان اللجنه دي اساسا لازم يتعمل لها دعم، يبقى مش مدير كوره بس، انا شايف ان اللجنه دي انت عندك لائحه تم الطعن عليها، اللي انت عينت على اساسها سيد الوزير عين على اساسها 3 مستشارين يديروا نادي الزمالك. اللائحه تم الغائها. عندك فرصه سياده الوزير، أيوة، اشرف صبحي، انك انت تكمل، يا عم مش بقول لك ماشي، حتى انك انت تكمل الثلاثه دول اللي ما عندهمش خبرات اداريه ولا كرويه ولا رياضيه من اساس، ان انت تكمل مجلس محترم مؤقت لحد الانتخابات القادمه، فيهم بقى مسؤول مالي، فيهم مسؤول كروي، فيهم مسؤول قانوني، فيهم مسؤول اداري، اشكل بقى. لكن الثلاثه اللي بيديروا النادي ما عندهمش اي خلفيات لا رياضيه ولا كرويه، يعني انا شايف ان المساله فيها مشاكل، يعني فيها مشاكل، احنا عانينا من المشاكل، بدل ان هم مش عارفين يتعاملوا مع لعيبه الكره، لا عملوا صفقات ولا تعاقدات لفترة ولا حاجه خالص، ولا حتى بتوع اليد 9 لعيبه بتوع اليد المفروض خلص يجددوا ولا واحد ولا جدد ولا الناس بتاخدها، ولا مرتبات الناس بتاخدها، يعني دوركم ايه؟ لا هم مشكلتهم برضه يعني، بص يا استاذ عزت، مشكلتهم برضه بيجي يسمعوا ان هو جاي يقول لك فلان تبع فلان وفلان تبع فلان وفلان تبع، انت ما تشغلش بالك بالقصه دي، هم مركزين في دي، ده اللي مركزين فيه، خلي بالك ان مركزين ده مين تبع مين وده تبع مين، الشلاليه الشلاليه. والناس والله في نادي الزمالك الناس كلها بتشتغل لصالح نادي الزمالك، صح، يعني اي فرد موجود بيشتغل عشان خاطر اكل عيشه، مش شايفه فلان موجود كان شغال معاه، جه رئيس نادي تاني او جت لجنه شغال معاه، ما تقعدش بقى هم مش مركزين قوي في مثلا مع فريق كوره، مركزين ان فلان ده تبع مين، ده تبع مين، انتمائه لمين، وانتمائه ده فين، وده في الشؤون القانونيه فين، وده في الشؤون الاداريه فين، وده الشؤون الماليه فين، وده في مش عارف السباحه في مش، ده اللي مشتتهم. لو ركزوا بس مع الفريق الاول وقدروا ان هم يستعينوا بحد، بناس يعني كويسين، ناس متخصصين رياضيين كبار ما لهمش مصالح الدنيا، ويشاورون في اي قرارات ياخدوها، اعتقد ده هتفرق بشكل كبير يا استاذ عزت. لكن انا يعني انا كنت بطلب منهم ان هم مثلا هم مش يعني مش قادرين يكملوا، خلاص سلام عليكم، سلام عليكم، يروحوا الوزير ويروحوا هو لان هم تعرضوا لهجوم قوي جدا، لهجوم شرس يعني، تعرضوا للهجوم شرس، والهجوم الشرس مش على اشخاصهم خالص، على مناصبهم، عشان خالص الناس ما تزعلش مننا، احنا بنتكلم على مناصب اداريه تخص نادي الزمالك، ما بنتكلمش عن اسم المستشار عماد، ما احنا ما في ضباط شرطه شغالين يا استاذ عزت، وضباط جيش ناس افاضل وشغالين في مجال كره القدم وينتقدوا، وتلاقيه وبيبقى راجل معلش عميد ولا راجل، وتلاقيه بيشتغل مع احكام الاحترام، يعني اخصائي علاج طبيعي في الجهاز، ويصيب يعني ويخطئ ويتعاقب، دور وبيتعاقب، وتلاقي المدير الفني اللي عليه ما بيشتغلش في اي حته وقاعد بس راجل في المكان ده، هو راجل حتته دي دورك هنا، ده دورك هنا، وخد بالك، وليك كل الاحترام والتقدير وليك، بس انت ما تقوليش، ما تجيش تقول لي انا بمسك نفسي ان انا فلان اللي لا على دماغي، بس انا دلوقتي انت هنا مسؤول اداري في نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك او رئيس اللجنه المؤقته او نائب رئيس اللجنه المؤقته، ماليش دعوه بخلفيات، لا لما تروح المحكمه هناك حضرتك وتبقى في المحكمه وتبقى في الحته الفلانيه على دماغي، انت راجل وليك
برضه احترامك وتقدر كل حاجه، بس انا بنتقدك هنا وانتقدك بشده وإداري، وانت راجل بتشتغل في مجال الكوره، انت صحيح. في مجال الكوره صحيح. الجميع سواسيه، مفيش فرق في حته مجال الكوره ان انت كراجل في منصب خلاص يبقى انت لازم يعني تهيئ نفسك على كده ان انت تورد ان انت تتعرض لهجوم وتتعرض لما بتعمل حاجه كويسه بتقول الناس عامل حاجه كويسه، اي حاجه ما بنتاخرش. لكن انا شايف ان الاجواء في النادي يا استاذ عزت مش هي الاجواء اللي تساعد على استقرار وعلى نتائج. انا هقول لك حاجه اول مره اقولها اتكلم معايا فيها الاستاذ عصام سالم بعد استقالته مباشره من المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، قال لي جمله، اتكلم ساعه طبعا عن سلبيات وكذا، مش هتكلم منها عن غير عن جمله واحده بس، قال لا توجد فرصه للنجاح في الزمالك الان، مفيش فرص نجاح. وخلي بالك استاذ عصام كان اكبر الداعمين للجنه، صحيح ولا انا غلطان؟ لا صحيح، يعني احنا وراجل شخصيه محترمه جدا لا يختلف عليه اثنين. مشيت ليه يا كابتن انت يعني كنت بدات تحطه، قال لي لا توجد فرصه للنجاح في اي مجال داخل الزمالك الان. الزمالك دلوقتي بيعيش فتره صراعات غريبه وعجيبه، مفيش فرص نجاح. انا حاولت مره واتنين، كلمه مفيش فرص نجاح دي خد تحتها 100 خط. لا صعب جدا الوضع، صعب يا كابتن عزت، مفيش فلوس في النادي كمان، مفيش مسؤوليه، مش عارف تجدد الاساسي، يعني احنا بنتكلم ان هو في ساسي النهارده مش عارف تجدد. انا عندي كمان حاجه هسيب الجزئيه، طالما جبت ساسي كده انت واخد حاجه حصريه كده واخد النهارده ترند، النهارده ترند النهارده الناس كلها واخده الكابتن سعيد لطفي صاحب انفراد بان ساسي كان في قاعده معاه في التجمع وتم توقيعه بالفعل. يمكن انا شفت على صفحه كابتن احمد حسن ونجوم الرياضه وكلهم واخدينها منك انت شخصيا نجم الزمالك السابق كابتن سعيد لطفي، فعايزينك تحكي لنا تفاصيل الجلسه وساسي. وانا قبل ما انت تتكلم، انا زملكاوي جدا وانت زملكاوي جدا، لكن ساسي نعتبره خلاص مش موجود في نادي الزمالك. بص يا استاذ عزت، انا هختم من يعني هبدا من اللي انت من حيث ختمت. انت قلت ان ساسي خلاص، ساسي هو لو كان عايز يوقع كان وقع انتهى، والنادي مش قادر، والنادي اعلنها صراحه، قال لك انا مش قد فلوس خلاص. انت بتتكلم انديه ثانيه عرض عليك كده. انا قلت النهارده ان ساسي كان في قعده مع بيراميدز، قلت كان في النهارده بيراميدز بيخلص مع قاعد معاه، وانا سمعت ان حصل توقيع كمان. انا ما بص ما انا ما قلتش ساسي يوقع لبيراميدز، انا قلت ان في بيراميدز بيرغب بقوه في ضم، وارد ان يكون خلص. وبعدين احنا ما سمعناش اي حاجه نفي او اي حاجه حصلت عن الكلام ده، فانا بقول لك بنسبه كبيره خلص. ساسي في بيراميدز الموسم الجديد. والناس اللي خدت الخبر طبعا كله خد الخبر، كتب الخبر بعدها بخمس دقايق وعشر دقايق، ما قالش ان مين صاحب الانفراد، فعادي مش مشكله. لا انت صاحب الانفراد، ما اقول لك ده لقيت الناس كله كاتب عندي على صفحتي بعد ما انا كتبت ان البوست عمل مشاركات كتير وعمل يعني تفاعل كتير، لان انت بتتكلم في اهم لعيب في نادي الزمالك طبعا، وساسي عنده مباراه بس يوم بعد بكره مع ضد بيراميدز، فدي سياسه غريبه جدا. اتمنى ان هو يلعب عادي ويشارك، ومفيش اي مشكله. اصل انت لعيب محترف، حتى لو وقعت او مضيت عادي مفيش مشكله تلعب يعني. انا كان بقى في تخوف بقى من المدير الفني او من الجهاز الفني، ويعني ما اعرفش، بس اكيد طبعا الخبر وصل للجهاز الفني. الخبر مصر كلها انتشر، كان نار في الهشيم. صحيح. وخبر كمان عندي ده انفراد ليك برضو، ان كريم فؤاد برضو نجم انبي اللي هو بتاع لاعب نجوم المستقبل برضو كان قاعد في نفس القعده. كريم فؤاد برضو مع بيراميدز. كريم فؤاد مع بيراميدز برضو نفس الكلام، الاثنين في نفس القعده مع ساسي. ايوه نفس الكلام في نفس القعده. وده خبر. وعايز اقول لك خبر كمان، ان كريم العراقي لاعب النادي المصري وقع النادي الاهلي من فتره، بس حصل عليه ضغوطات غير عاديه في بورسعيد عشان ما يروحش الاهلي بعد المباراه، وجدد بعد المباراه. لا ده ماضي من حوالي 6 شهور. لا بعد المباراه، الضغوطات دي بعد مباراه الاهلي والمصري ولا قبل مباراه الاهلي والمصري؟ لا هو وقع قريب. لا قبل المباراه. قبل المباراه. لا ضغوطات رهيبه. يعني ان كريم اصلا من بورسعيد وكده، فطبعا حصل عليه ضغط جامد جدا. هو لعيب كبير. لعيب كويس طبعا. فانا بقول لك، لكن هو كان موقع فعلا للنادي الاهلي. كريم العراقي. طيب. انا نفسي الزمالك يجيب مين بقى؟ سيرجي اكا. وانا كتبت عليه قبل كده، سيرجي اكا لاعب الجونه. طبعا النهارده من ما شاء الله نجم المباراه، وحش كسر الدنيا. انت لو ساسي مش هات سيرجي اكا وسط ملعب طبعا رهيب. لعيب جامد جدا. سيرجي اكا لاعب الجونه، كان وحش الملعب النهارده والماتشات اللي فاتت، ولاعيب كوره بص ستايل وجسمه ما شاء الله طول بعرض وقوي وحركته وكرته حلوه كمان، كرته عاليه قوي. ده كرته عاليه، لعيب كوره عالي. بيقطع بباص يعني كورته ما شاء الله. لا لعيب كويس ولعيب اضافه لو جه نادي الزمالك هيبقى كويس جدا. سيرجي اكا بصراحه. كابتن سعيد هرجع تاني لنادي الزمالك، و
اللي بيحصل في نادي الزمالك. قصة أسامة نبيه وكارتيرون. يعني في ناس كتيرة انت وانت بتتكلم في البداية قلت كان لازم لما تجيب كارتيرون احنا مش لازم تجيب تخليه يبقى هو جهازه الفني يختاره هو بالشكل اللي هو عايزه. لكن انت اصلا جايب أسامة نبيه قبل ما تجيب كارتيرون. يعني انت أسامة نبيه كان جاي على اساس مدير فني اخر كان الزمالك بيتفاوض معاه، جاي مدرب عام للمدير الفني الاجنبي قبل ما تجيب كارتيرون. الراجل جه كان طالب جهاز، ما انت ما تعاونتش معاه. دلوقتي في التوقيت الحالي في مشاكل، واللي يقول ما فيش مشاكل يبقى بيضحك على الناس. لا واضح ان في مشاكل ما بين الاثنين، ومشاكل اسبابها كتيره جدا، منها يعني قرارات في الملعب. انا شايف ان الاثنين مع بعض مش مكملين، واحد فيهم يكمل هيكمل، واحد مش هيكمل. يعني انت في انهي اتجاه؟ والله هو يعني القرار صعب، القرار صعب. القرار صعب انك تمشي أسامة نبيه. دي حاجه بترجع للاداره، بس انا شايف ان جمهور الزمالك قلب على كارترون الفتره دي. بس انا بقول لك يا استاذ عزت، انت هتضطر تصبر لغايه ماتش الاهلي. لازم تصبر البيراميدز سموحه الاهلي ثلاث ماتشات وبعديهم في 10 ايام. انا وجهه نظري لو الزمالك لم يوفق في المباراه اللي جايه، مثلا تعثر من بيراميدز ولا خسر من الاهلي، ولا كارترون يمشي وأسامة نبيه يكمل، وأسامة نبيه يكمل. لكن لو كارترون مشي بشكل كويس وطلب ان أسامة نبيه يمشي، يعني لو انت حسب نتائج المباراه دي، يعني نتائج المباراه الثلاثه بيراميدز سموحه الاهلي، بناء عليها نشوف مين يكمل ومين يمشي. لكن الاثنين مع بعض عمرهم ما هيكمل. واضح بقى في فجوه، بقى في فجوه. انت لو شايف ان لو كارترون كسب مشي بشكل كويس الفتره دي وطلب، لو الامور ماشيه ما في بيحصل وبعد كده بتبقى الامور سامه على العسل، وده اللي احنا بنتمناه. فهل تستمر على كده ونمشي والدنيا تمشي تمام؟ لو كارترون مشي بشكل كويس لغايه مباراه الاهلي وتخطاها والامور ماشيه بشكل كويس وفارق النقاط حتى زي ما هو 3 بونت، تعادلت مع الاهلي، كسبت بيراميدز، كسبت سموحه، حلو قوي مش وحش، محافظ على الفرق الثلاث نقاط بينك وبينه. ماشي مفيش مشكله. اذا كارترون طلب تغيير أسامة نبيه خلاص، خلي أسامة نبيه، شيل ماشي أسامة نبيه وخلي كارترون. لو النتائج وحشه انا اللي بقول لك ماشي كارترون وخلي أسامة نبيه يكمل. القرار الاداري في اختيار من يكمل ومن يرحل عن نادي الزمالك، صاحبه في اداره نادي الزمالك مين؟ المستشار هشام ابراهيم طبعا. برضه مش لا طبعا معروفه، يعني معروف هشام ابراهيم هو صاحب القرار، صاحب القرار. مين يقعد ومين يمشي والله كل حاجه. الراجل المستشار عماد عبد العزيز ده راجل طيب قوي يا استاذ عزت. معلش انا اسف، انت كده طيب قوي، انت كده مش بتشكر فيه. لا بشكر فيه طبعا. ما الطيبه في العمل الاداري. انا بقول لك راجل طيب وفعلا راجل طيب محترم جدا. طيب يا كابتن سعيد، بص هو انا هو مش هناسبه. ما هو مش ما بيحبش يدخل في صدمات. ده انت اداري. انا بقول لك هو مش هو رئيس اللجنه. المستشار هشام ابراهيم مثلا ومعاه واحد تاني بيبقى مثلا قرار 2-1 بيحترم القرار، مش من مش ديكتاتوري في شغله. يقول لك لا انا اقول كذا عشان ما فيش رئيس نادي يقول لك ايه انا هعمل القرار الفلاني وهو القرار عشان غلط عشان ما يبرزش خلاف في الاداره الثلاثيه. والقرار خطا. لا عشان يمشي كلامه ويفرض شخصيته. مستشار عماد شخصيه محترمه جدا وشخصيه طيبه وشخصيه قويه. بس هو راجل مش ما بيحبش الايه ان هو ايه ديمقراطي يعني، وبعدين مش عايز يقول لك في مشاكل وباللجنه اختلفوا مع بعض فعايزين الامور تمشي. فعشان ابراهيم بيبقى يصر على رايه فيقول لك خلاص ما فيش مشكله الايه. يعني الرجل الاقوى في اللجنه الثلاثيه هو المستشار هشام طبعا اكيد وصاحب القرار يعني. ما فيش شك يعني، ودي حاجه ما تعبوش، راجل صاحب قرار بياخد قرار. لا هو يعني اللي انت يعني بطريقه السرد دي تعيبه ليه؟ ما هو بس لا. عشان اغلب القرار بيبقى خاطئه، ما دي المشكله. تعيبه لان القرارات مش كلها صح. ما هو لازم انا بقول له اسمع للناس، لو القرار صح وبيسمع صح يبقى قراراته اسمع للناس. يعني اسمع للناس اللي ليها في المجال، ما تاخدش القرار من دماغك. يعني خد القرار مع الناس، اقعد مع الناس كده شوف القرار الصح، وخلي المستشار عماد اللي في الصوره. يعني انا المفروض انا ما في ناس بتدير يا استاذ عزت، يعني كل الناس دلوقتي يقول لك هشام ابراهيم الرجل الاقوى في اللجنه، كل الناس كده بتقول لك كده جوه النادي وبره النادي عشان تصريحاته مثلا. انا ممكن ابقى راجل قوي بس ابقى مستخبي. عارف انت بيحصل في مدير فني كان يحيى اسماعيل الله يرحمه، كابتن يحيى اسماعيل، وكان كابتن طه، بس كان كابتن يحيى اسماعيل هو اللي بيعمل كل حاجه للكابتن طه، وكابتن طه هو اللي في الصوره كل حاجه، ويجي وقت بتلاقيه قاعد على جنب كده. عايز اقول لك حاجه، مجالس الاداره الخاصه بنادي الزمالك المستشار مرتضى منصور كان في وقت من الاوقات موجود مع دكتور كمال درويش فتره كبيره جدا، واللي كان في الصوره على طول دكتور كمال درويش. برافو عليك.
اللي كان في السوق، رغم ان المستشار شوف مدى بقى يعني قوته ومدى شخصيته، لكن اللي كان في الصوره على طول الدكتور كمال درويش. دكتور كمال درويش، وكون لنا دايما بنقول انجازات وبطولات صراحه. الدكتور كمال درويش بصراحه بيجدير شخصيه. طيب انا يعني انا اداريا انا يعني بتميل لي لا بيعجبني اسلوبه في الاداره، فن الاداره بيعجبني فيه الدكتور كمال درويش، بكلمك بصراحه يعني. طيب كابتن سعيد، لو انتقلنا من فرجاني ساسي لبقية اللاعبين، يعني عندي مجموعة من اللاعبين كمان، احنا خلاص اتفقنا ان فرجاني ساسي ده المبالغ المطالب. وانا عايز اقول هنا نقطة مهمة جدا، لما حد يقول لي فرجاني ساسي عمل اللي عليه مع الزمالك اقول له لا، ما عملش اللي عليه مع الزمالك. لا ما عملش، هو فرجاني ساسي متمسك بمبلغه يعني اللي يعمل اللي عليه مع الزمالك اللي يضحي اضحي. وبعدين يعني انا زي شيكابالا لما بيوقع على بياض. لا ده شيكابالا بصراحة بيوقع على بياض، انا بضحي معلش، ما انا بضحي برضه لمصلحتي. ما انا اصلا انا هاخد بره 2 مليون يورو ولا 2 مليون دولار ما اعرفش، وهاخد في الزمالك مثلا مليون ونص. 2 مليون ونص مليون دولار ماشي، 2 مليون وهاخد في الزمالك مليون ونص تمام كده. الزمالك عارض له كام؟ مش مليون ونص ولا مليون وكام؟ مليون ونص. مليون ونص، ما هو خلي بالك انت برضه في نادي الزمالك وفي بتلعب على بطولات، ممكن تاخد بطولات، البطولات دي بتجيب لك فلوس، وسعرك في السوق بيبقى غير ما اروح بيراميدز. ما انت ما بتروح بيراميدز سعرك بينزل مع احترامي طبعا، لكن في الزمالك ليك سعر بتحافظ عليه. اسماء اللي راحت بيراميدز يعني كانوا فين؟ انا بضحي لما الفرق يبقى كبير قوي يبقى يعني الفرق يبقى. وبعدين انا ببطل زي احمد فتحي، خلاص ده اخر تعاقد ليه. انا بالنسبه لي احمد فتحي ضحك على بيراميدز اخر تعاقد ليه، سنه والتانية مش هيقدر يكمل. ضحك على بيراميدز ضحك عليهم معلش 20 مليون ولا كام في السنه يعني مبلغ 20 مليون بس 20 مليون. فاحمد فتحي عمل ايه للبيراميدز؟ ولا انا قلت مش قلت قبل ما قلت ان احمد فتحي هو اللي استفاد من الصفقه طبعا. لا هو والاهلي قلت هو الاهلي استفاد ان هو ما دفعش مبلغ في احمد فتحي وقعد. يعني احمد فتحي غالبا خلاص يعني اخر سنه وهو استفاد مدني. اللي خسر في الصفقه دي بيراميدز طبعا، خسر هو الخسران، دفع فلوس كتير على الفاضي ومش هيستفيد بيها فنفس الوضع. فبتكلم لساسي ان هو ساسي كان هيبقى فيه مكافئات وفي بطولات بياخد مكافئات كتير، وحتى لو ما خدش المبالغ دي ما تقولش بقى ان انت يعني معلش انا بحب النادي وبعشق النادي. اللي بيحب النادي وبيعشق النادي بيعمل تضحيه. حمد النجاس كان بيعمل كده وفي ثانيه طار يعني ما حدش بيلومه، بس كمان ما حدش يعذره يعني انا مش هلوم فرجاني ساسي ان هو جاله مبلغ كبير ومشي وانت حر، بس ما حدش يقول بقى انتماءه وبيحب النادي والاداره ما نفعتش. لا، في الجزئيه دي الاثنين للاسف خطا، ساسي خطا وادارتنا. بس انا اقول لك بص يا استاذ عزت معلش بقى مش عايزين نطبطب. انا لو في الاداره انا هعرف اجيب فلوس بالظبط، هعرف اجيب رجال اعمال، هعرف اتصرف. هو كان بيعمل كده امال المستشار مطلب كان بيعمل ايه مثلا؟ يعني كان حاوي ولا ساحر؟ برافو عليك. ما عندناش مشاكل ماديه طول السنوات دي وفجاه بقت عندنا كل المشاكل الماديه. انت دلوقتي كنادي شايل مثلا مليون ونص، عندك مشكله في النص مليون، اقعد مع ساسي اكلم معاه. طب ساسي طب يعني نقرب المسافات شويه، اجيب راعي، اجيب حاجه، اجيب حد يدفع. انما اطلع اقول هبيع تيشيرت وبعدين تطلع الحكايه فنكوش وحاجه. طب اديك عملت فكره التيشيرت. تيشيرت ايه؟ ما احنا من اول يوم بنتكلم عليها دي، برافو عليك. ما حد من اول يوم لو انت بتتابعني وانا بتابعك من اول يوم قلنا الفكره دي فاشله بجداره وتسيء لنادي الزمالك. فعلا. او الناس ماتت الحكايه بتاعت التيشيرت دي، ما حدش بيجيب سيرتها. فعلا. التيشيرتات فين؟ اتباعت ولا ما اتباعتش؟ ما اعرفش والله. ولا عملت تيشيرتات اصلا ولا ما اتعملتش؟ ما اتعملتش واضح. طب يعني كان كلام مش رغم ان هو مضى. خلينا هو مضى ده مضى تيشيرتات وبعدين يعني عيب عيب ناس بقيمه اداره نادي الزمالك تطلع بفكره ويروجوا لها وفجاه الفكره تموت حتى ما تعتذرش عنها. يا استاذ عزت تغيير كارتيروني يا استاذ عزت ده قبل ماتش الترجي ده اللي خسرنا افريقيا ده طلعنا. وبعدين انت خسرت بطولتين بطوله واحده مش طبعا خسرت دوري ابطال ولا ده ثلاثه وسوبر ده ثلاثه سوري دوري ابطال وكونفدراليه وسوبر. ما هو اللي هيطلع من دور الثمانيه هيلعب كونفدراليه وسوبر. خسرت كل حاجه، خسرت ثلاث بطولات. ده كويس السوبر ده كنت نسيت، كنت بقول بطولتين، ده طلعوا ثلاث بطولات. انت ثلاثه في واحد وبعدين انت في الدوري بقرار وبعدين انت في الدوري ماشي على سطر وبتسيب سطر. وخليني اقول لك بمنتهى الامانه، الزمالك ماشي كده وفي المنافسه مع النادي الاهلي لان الاهلي وحش. الاهلي هو اللي بيديك. والله الاهلي لو في مستواه الطبيعي كان هيبقى فيه جاب وهيبقى فيه فارق والدنيا هتبقى مش مظبوطه. الاهلي بيستغل الاهلي وحش. الفرصه بتجي لك تاني مره واتنين وتلاته بترجعها لك مره ثانيه. هتيجي ماتش بيراميدز وانت عندك فرصه هتعمل ايه؟ ما لازم اكسب. ما لسه كاتبها على صفحه، قلت لو ما كسبناش بيراميدز بلا ندور على دوري ولا يحزنون ولا يحزنون خلاص بقى.
جات لك تاني بتضيع. لا مش هتجي لك تالت، انا بقول لك اهو دلوقتي لو كسبت المره ده هيبقى فرق ثلاث نقط زي ما هو، هتفضل محتفظ. هتلاعب الاهلي او عندك سموحه، هتكسب سموحه والاهلي ماشي هيكسب، هتلاعب الاهلي وانت فرق النقاط. لو اتعادلت مع الاهلي مش وحش، مش هقول لك اكسب الاهلي بس تمشي معاه، تفضل ماشي بفرق ثلاث لغايه ما الاهلي يقع، لان لكن الاهلي لو مش لو فرقت 6 بونت تاني او مش هيرجع. انا اللي بقول لك يا استاذ عزت الزمالك مش هياخد الدوري، وبعدين هتبقى خلصت المواجهتين مع النادي الاهلي. بعد كده لو خلصت مباراه الاهلي وانت فارق 6 نقاط او 5 نقاط مش مثلا 3 هيبقى الموضوع صعب عليك، انت خلاص الدوري بيجري وخلصت انت بتلعب، ما تبقى في منافس بتاعك فارق عنك بتستنى اللقاء بتاعك عشان عشان تضربه، يبقى المباراه 6 بونت تخسره 3 وتاخد 3 لكن انت مش هتلعبه، فهتبقى فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا. طيب هاخدك برضو لنفس، وبعدين الناس ما تاخدش، احنا بنقول مره واثنين وثلاثه، والله احنا كل التقدير والاحترام للجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك مرة تانية وتالتة، احنا بنناقش قضايا زمالكوية، احنا بنتكلم بالكورة في الكورة، احنا ما بنتكلمش عن اشخاص، ما بنتكلمش عن، بنتكلم على انت كراجل مسؤول في المكان ده لازم تتحمل، تجيب فلوس بقى وتجيب فلوس، لازم تتعرض للنقد بالظبط، وانت مين فوق، ما فيش حد فوق النقد، معلش في ناس قامات كبيره جدا بيتعرضوا للنقد ومسكين وكانوا بيتعرضوا للنقد وما كانوش بيتكلموا، ويقول لك احنا بنحترم النقد، طالما ما بنتقدقش في شخصك، في شخصك ما حدش بيتهمك اتهام او اتهام في لا قدر الله في اي حاجه بتاع خطا او فساد، احنا فساد. بنقول فشل اداري اداري انت تعالى انتقدنا، نقول انت ما بتعرفش تشتغل في قطاع الناشئين بالظبط، انت فاشل اداريا سعيد في قطاع الناشئين، ما بتعرفش تجيب لعيبه في قطاع، طيب اقول لك انتقد. عايز اقول اخدك للجزئيه دي وهي جزئيه الفارق ما بين المجلس المنتخب واللجنه المؤقته المعينه في التعامل مع قطاعات الكره بنادي الزمالك. احنا بالنسبه لنا ما كانش بيتاخر، يعني مثلا هتكلم على حته الرواتب مثلا، ما كانش بيتاخر لنا احنا فلوس، كنا ساعات بنقبض يوم واحد في عهد المجلس المنتخب مستشار مرتضى منصور، دي حقيقه. طول الفتره اللي فاتت، طول الفتره اللي فاتت مره بس اتاخر علينا شهرين او حاجه زي كده قبضناهم مع بعض، بس الامانه اللجنه دي لما جت في اول مسكت برضه عشان اديهم حقهم كان في شهرين متاخرين قبضوا لنا الشهرين مع بعض. ده المستشار احمد البكري، لا المستشار عماد عبد العزيز، المستشار بعد وفاه المستشار المستشار عماد بصراحه طلعوا لنا شهرين مع بعض، كان في شهرين كانوا لسه جايين بقى وماسكين وبتاع، فاحنا قلنا ايه طبعا الظروف لسه مستلمين، فدخلنا بالشهر الثالث يعني الثالث بدا مثلا يوم 3 او 4 اتقبضوا برضه، فاحنا قلنا هنقبض شهر كويس، لقينا مطلعين الشهرين. طيب في الوقت صراحة. الحالي الوقت الحالي اللي في شهر القطاع قبض له داخل في الشهر كده له شهرين، ليه شهرين داخل في الثالث داخل في التالت. بس هو بيحاول اي فلوس تيجي يطلعه بصراحه، بس عشان برضه ابقى منصف. طيب يعني ايه اللي خلى في الزمالك المشاكل دي تظهر بهذه الصوره؟ الناس اداريه او الناس اللي جت، اللجنه اللي جت وانا بوجه لهم كلمه من هنا لو حد بيتفرج علينا او حد بيوصل لهم زي ما الناس بتوصل لهم، يعني انا عارف اللي بيوصلوا طبعا جايين لتصفيه، يعني جايين وفي دماغهم تصفيه الحسابات، الحق فلان، ماشي فلان، ماشي علان، تصفيه حسابات ان ده منتمي انت جاي لجنه مؤقته للمجلس السابق، انت جاي لجنه مؤقته حضرتك جاي لجنه مؤقته حضرتك، يعني جاي بتدير لغايه الانتخابات يعني فقره، ما تروحش بقى تمشي وتشيل وتجيب وتعمل وتصوت وتدور على ده وتجري ورا ده وتعمل ده، امتى انت ليك حق الحاجات اللي هي اللي هي لو في خطا عاقب دي حاجه لا انت ليك الحاجات اللي هي ايه الشؤون الماليه، الشؤون الاداريه، الحاجات اللي هي ممكن الاشتراكات، الحاجات اللي هي المهمه جدا اللي فيها حاجات انت مثلا عاوز تبقى ماسكها ومحافظ عليها، الحاجات اللي هي العصب بتاع لكن مثلا الرياضي، الرياضه سيبها للرياضيين، خلي الناس يا هم والمجلس اللي يجي بقى يشكل اجهزته بعد كده، عايز يمشي فلان، عايز يجيب فلان، عايز يقعد فلان، لكن ما تجيش انت بقى دي تصفي حسابات مع الناس اللي موجوده. في تصفيه حسابات طبعا، في تصفيه حسابات على ايه؟ ما هو الناس دي ما حدش عمل ضد الناس اللي جايه دي حاجه خالص، لا بيصفوا حسابات على ايه؟ يقول لك اصل فلان تبع مرتضى منصور، اصل فلان تبع مش عارف مين، اصل فلان تبع مين، غلط، انتوا كده جايين بتعملوا عداوات، بتربوا عداوات، ودي وخلي بالك دي برضه من اسباب المشاكل الموجوده، والنيات بتفرق. اما ربنا يكرمك وتبقى كويس مع الناس وتحافظ على الناس، ربك بيكرم، ربك بيكرم وبيوفق. ايوه كره الشيكوبالا لو جت كانت الدنيا اختلفت مثلا ماتش الماتشات اللي خسرناهم دول والمولوديه تعادلنا، ماتش الاهلي الفرص اللي ضاعت كنت ممكن تكسب، فهي بتبقى البطولات اللي بتخسرها دي ممكن برضو يبقى فيها حاجه مش مظبوطه، ما انت لازم تتكلم في النوايا. ما هو ربك رب، لما النوايا تبقى سليمه وكويسه ربنا بيكرم، لما تبقى نيتك مش كويسه هتلاقي الامور ماشيه معاك وعمال تخسر وعمال تتبهدل وبتتشتم ففي الكوره عامه يعني.
كلامي صح ولا غلط؟ كلامك صح. آه. في الكوره كده، في الكوره معروفه كده ان انت الكوره فيها النوايا سابقه، يعني انت ماشي سلك النيه وصفي. حتى المدرب يقول لك ما تظلمش حد، ربنا هيكرمك. لما بتظلم لاعب ممكن لما بتظلم متعمد، بتعمد ربنا ما ممكن ما تظلموه، تبقى مسيطر. ممكن تظلمه بس مش متعمد وربنا يكرمك. بالظبط. يعني ممكن تظلمه من انت مش قاصد، وانت مش قاصد، وجهه نظرك كده والناس كلها شايفه حاجه وانت شايف حاجه، بس جواك مش قاصد ان انت تعمل كده. مش مغرض، مش مغرض. لكن انت تيجي تقطع عيش الناس وتمشي فلان وتمشي علان وتعمل، طب ليه؟ ما هو كده ربنا مش هيكرمك. انت كده ربنا مش هيكرمك. انت جيت فتره خلاص انت، وبعدين ما انت ما تشتغل وما تزعلش من خلاص، انت جاي تحافظ على الجماعه، وبعدين الوزير قال لك الناس كلها هتكمل والناس موجوده في ناس كتير جدا مشت الفتره اللي فاتت من النادي في 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 كل حتى بعد لا مساس، بعد لا مساس ما في الوزير قال لك لا مساس وما فيش لا مساس، ولا كان في مساس كتير، مساس كتير، كان في مساس كتير مش راضي بس حتى داخل الناس. بس هم قال لك احنا برضو بنوفر عشان الفلوس، بس الناس اللي مشيت اللي انت مشيتها اللي مش موجوده الفتره دي اللي ان شاء الله هترجع تاني، اكيد كل دول هيرجعوا تاني يعني بعد الانتخابات. الانتخابات اللي انت الناس دي هي دي الناس اللي فرقت معاك في الفلوس والحاجات دي كلها، ويعني مرتبات ضئيله، مرتبات ما تجيبش ربع الموسم يخلص خلاص وانت قدامك شهر ولا حاجه والسلام عليكم يا جماعه وانا سلمت المكان ومشيت، وبعدين مش جاي عايز بقى انك تكمل، انت جاي فتره مؤقته، وبعدين ما تخليش الناس بعد ما تمشي الناس تقعد بقى تستلمك بعد كده. ما انت خلي بقى، انت ما انت بتروح تحارب، سيب ذكرى كويسه، سيب ذكرى، ما انت مش هتتسق، ما هو بعد كده مش حدش هيسيبك طبعا. ما انت فاكر انت مثلا، اوعى برضو الكلام ده مهم جدا. اللجنه، الكلام للساده المستشارين، اللجنه يعني الموقره المحترمه اللي من، اوعى تفكروا ان الفشل ده هيموت بان انتوا مشيتوا. ده الفتره دي هتبقى فتره كده زي 2005 الناس لسه فاكراها لحد دلوقتي. طبعا، امال ايه؟ يعني فتره لازم تنجح فيها، لازم تجتهد فيها، لازم تجيب فلوس فيها، لازم تجدد فيها، لازم تتعاقد فيها، لازم تنجز فيها، لازم تلم الناس فيها. عملت حاجه انت حسيت انها عدلها، عدل، لم الناس، لم الناس. وعشان انت تمشي محدش يدعي عليك. بالظبط. يعني برضو لان في ناس ممكن انت بتظلمها بتدعي عليك. طبعا تظلمها واحده، واحد بيصرف على امه وبيصرف على والده بظروفه الماديه، تيجي تمشيه تقطع عيشه، تيجي دعوه ولا حاجه ممكن بالدعاء بس بالدعاء يعني انت عملت حاجه عليكها. شايف ان يعني قدامك شهر او شهر ونص او شهرين بالكتير خلاص الانتخابات داخله، هتيجي مثلا لجنه هتدعو للانتخابات. كانت قال ان في لجنه رايحه ولجنه جايه، كان في كلام على المستشار، على الكابتن حسين لبيب والدكتور حسين السمر هيكمل في، هيبقى في اللجنه كمدير نشاط، ودكتور حسين السمر يبقى مدير النادي. الدكتور كابتن حسين لبيب مدير عام النادي، وكان حسين السمري مدير النشاط، وكان هيثم عبد العظيم كان هيبقى مدير مالي اللي هو المسؤول عن نادي زد وخلاص. سؤال عارض كده، هيثم عبد العظيم اهلاوي ولا زملكاوي؟ بس الدنيا قامت عليه حته ان هو اهلاوي عايز يتعين في نادي الزمالك، وانا شفت لك حاجات كده كاتبها. لا لا زملكاوي، زملكاوي طبعا، ده هو هيثم صديق يعني، صديق او ابنه بيلعب في نادي الزمالك، وعمه هو المشير عبد الحكيم عامر. يعني احد يعني الزملكاويه اللي في تاريخ نادي الزمالك اللي محدش يقدر ينساه. وشقيقه مين؟ شقيق مين؟ المشير عبد الحكيم عامر رحمه الله عليه، الكابتن حسن عامر. حسن عامر طبعا رئيس نادي الزمالك. طيب يعني وابنه بيلعب في نادي الزمالك، اسره زملكاويه عريقه. فبتبقى بقى اشاعات بقى من الناس عايزه انها مش عايزين يعني النادي ينصلح حاله بقى. شايفين ان حد مثلا ناجح هيجي يسند كمان. حد مالي يبقى احنا اللي احنا عايزينه. معلش مع كامل احترامي، وقلت قبل كده وقلت في نايل سبورت وقلت في كل القنوات، انا مش عايز ناس تيجي نادي الزمالك تبقى نادي الزمالك اضافه ليها، وانت تيجي تتلمع وتيجي تعمل البدله وتيجي تعمل الجرافطه وما بتعرفش تدير. انا عايز اجيب ناس تدي للزمالك، تدي للزمالك. انت جاي نادي الزمالك تدفع للنادي طبعًا. تدفع النادي وتدفع، تدفع معلش تدفع دم قلبك زي ما بيقول، انت جاي ماسك مكان في نادي الزمالك ما كنتش تحلم بيه. طبعا تيجي تدفع وتجيب، ما دفعتش تجيب فلوس، اتصرف وتجيب فلوس، اتحرك اروح هنا اسافر اشوف حد من الناس الاماراتيين اللي بيحبوا نادي الزمالك، اقعد اقابله واتكلم معاه وادع اسافر. ده اللي كان بيعمله المستشار مرتضى، ده اللي كان بيحصل، ده كان بيعمله. ما هو ده الصح اللي المفروض يعمله اي حد، ده اللي ما بتعملش، ما بتتبرعش، ما بتعملش. مستشار مرتضى منصور كان بيعمل ايه؟ كان بيحاول حتى اللي كان جاي يساعد النادي الاهلي، يعني احد رجال اعمال السعوديين المشهورين اللي كان جاي يدعم النادي الاهلي، تحول من دعمه النادي الاهلي بقى يدعم نادي الزمالك. برضو دي شطاره طبعا، دي شطاره ان انا استقطب حد اهلاوي اصلا يدعم نادي الزمالك. انا بقى رئيس نادي الزمالك يا استاذ عزت،
ونادي الزمالك بالشعبيه الجريفه دي في الوطن العربي، ما اعرفش كيف فلوس نادي الزمالك. حاجه غريبه فعلا. يعني ده انا كنت بطلع اختبارات، انا مش قلتها قبل كده ومعلش هقولها تاني يمكن الناس ما اتفرجتش تتفرج. انا كنت بطلع اختبارات في المحافظات في كفر الشيخ وفي المنصوره في بدايه الموسم، لفيت جه 10 محافظات. المركز الواحد كان بيجي لي فيه 2000 لاعب في اليوم، المركز في المحافظه 2000 لاعب في 50 يعني. في 50 جنيه يعني. مش هقول لك 100 جنيه تذكره، 100,000 جنيه في مركز. في مركز لو رحت مثلا لو عملت خمس مراكز يعني بنص مليون جنيه، يعني 10 مراكز بمليون جنيه مثلا. انا يعني اهو مثلا حاجه، انا معايا اسم زمالك اعرف استغله. استغله مش هاجي بس اقول انا بحب النادي وفلان ما بيحبش النادي وفلان ضد النادي وفلان. هو في ايه؟ في ايه؟ حب النادي يا جماعه مش كلام، مش كلام والله العظيم يا استاذ عزت، اقسم بالله العظيم والله العظيم انا لي اكتر من 15,000 جنيه في الفلوس اللي انا كنت بسافر على حسابي دي في المحافظات، في العشر محافظات دول كنت بطلع بات على حسابي واخد عربيتي وبنزيني واقامتي واكلي وشربي على حسابي، واقعد بالعشر ساعات في اليوم من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه لغايه المغرب ما ياذن عليا في الملعب واقف، ووشي ده بص بيتحرق كده، وشي كان عشان اجيب لعيبه نادي الزمالك وجبته. ما كنتش باخد عربيه مخصوص ويحجزوا لي في انضف اوتيل زي ما ده حقي، انا طالع راجل موسس ولا على حسابي، باخد العربيه واطلع واروح واقول له كابتن رايح، يعني رايح، يقول لي روح، وما اخدش من لعيب جنيه في الاختبارات. الناس جايه تدفع فلوس اقول لهم لا، ما الناس يقول لهم ما فيش ازاي يا جماعه في اختبارات، ما اقول لهم ما فيش، احنا عايزين نجيب لعيبه نادي الزمالك. انا لو عملتها بفلوس عملتها ب 50 جنيه ما هي برضه عادي تعمل دخل للنادي، واحد دخل مسؤول النادي. مالي يطلع يتفضل يطلع يا باشا ماليش دعوه، بس انا بتكلم عامه اهو مثلا انا لو انا فكر يعني فكر ده فكر مش جاي تقول لي امسك نادي الزمالك وجاي تقول لي مش عارف اجيب فلوس للنادي، لا انا وبعدين انا ماسك في حته معينه، لما امسك في حاجه كبيره عندي العلاقات الكبيره ورجال الاعمال واجيب الاسماء الاعضاء اشوف مين الاعضاء الكبار في نادي الزمالك واتصل بيهم واجيبهم يقعدوا في نادي الزمالك، تعالوا ادعموا نادي الزمالك صح، واعمل لهم حفله شاي وبتاع، الناس اعمل لهم حفله شاي بس هم قاعدين، هتلاقي الملك بتاع حوالي 50 مليون اجيب اعمل ناس تشتغل. لكن الناس حتى الناس اللي كانت الراس ماليين اللي كانوا موجودين ايام المجلس السابق مستشار مرتضى منصور، كان في ناس راس ماليين كبار جدا ضد النادي وضد الاداره. هم فين في اللي احنا فيه برضو؟ يعني المفروض ان هو المستشار مرتضى مشي خلاص، الناس تدخل تدعم، تدخلوا تدعموا يعني انتوا فين؟ المجلس خلاص تم تجميده، انتوا فين من نادي الزمالك؟ الناس بقى بتربط بقى طبعا وكام ده بوجودها وانتخابات بقى وداخلين. طب هاخدك الانتخابات عشان انا عارف ان انت يعني 10 دقايق كده وعايز لا براحتك مش مشكله، مرتبط بحاجه، انا مبسوط ان انا معاك والله، والله شرف لينا. الانتخابات الحل لنادي الزمالك، خلينا نتكلم برضو نتكلم بشفافيه. المستشار مرتضى منصور ومجلسه كان مجلس ناجح اداريا لاقصى درجه. خلاص بيسمعوا الكلام ده بيزعلوا في النادي. دي حقيقه وما عندناش مصالح على فكره. شوف طب شوف انت، انا بس عايز اقطع، انا مجلس المستشار مرتضى انا شخصيا استفدت منه في حاجه؟ لا الراجل ده مشاني اكتر من حوالي 5 مرات. حصل. واتعملت قناه الزمالك، لا انت موجود ولا انا موجود ولا رحنا ولا جينا، ولا جينا. ومع ذلك بنتكلم بمنتهى الامانه انجح مجلس اداره انا شفته حال حياتي هو مجلس اداره المستشار مرتضى منصور، نجاح اداري. اما المشاكل المخالفات دي حاجه في النيابه بقى، هي صاحبه القرار فيها، انا مش مسؤول عنها. ما فيش حاجه بس ما فيش حاجه لكن طالما طلعوا وصرحوا هم دي مسؤوليه قانونيه وقضائيه ما نقدرش نعلق عليها لحد ما يتم التحقيق. اي نادي يدور، اي نادي في مصر هتدور فيها تلاقي فيه مخالفات، اي نادي هتطلع فيه مخالفات. طيب هاخد مداخله كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ عصام الحسن. كابتن عصام كل التحيه والتقدير. السلام عليكم استاذ عزيز، سلامي للاخ العزيز الغالي سعيد. حبيبي يا استاذ عصام كل سنه طيب يا ريس. كل سنه وانت طيب. الصوت بس، الصوت بس نعلي شويه او تقرب السماعه يا كابتن عصام. لا مش عندي دي يا عزت كده علي خلاص تمام، ده عندهم هم اهو. اتفضل يا كابتن. اقول يعني احنا السهره زملكاويه وكلها عن مشاكل وقضايا نادي الزمالك، مع كل التقدير والاحترام لكل القائمين على نادي الزمالك سواء كانت لجنة ثلاثية أو لجنة تنفيذية أو أي لجنة من لجان نادي الزمالك أو لاعيبة أو جهاز فني، لكن احنا بنناقش قضايا لمصلحة نادي الزمالك. عايز تقييمك لعمل اللجنة الثلاثية، عمل إداري وانت راجل إداري وصحفي كبير وإعلامي كبير، عندك من الخبرات الإدارية والإعلامية الكثير.
لا لا انت تقيم النادي ككل يعني، مش الاداره او اللجنه الثلاثيه او اللجنه التنفيذيه بس، بشكل عام. لازم ما تيجي، ما تيجي هتاخد جزء، هتاخد الكل وتقيمه وتقول الزمالك بعد 5-6 شهور من تولي المسؤوليه للجان اللي هي بتدير النادي، وطبعا اللجنه التنفيذيه مش في معزله عن اللجنه، لجنه المستشارين اللي هم بيتولوا المسؤوليه برضه. فالموضوع يعني حته واحده، مش هنقدر نقسمه على اجزاء يعني. طبعا بص، يمكن ده الحوار ما بيني وبينك او ما بيني وبين استاذ سعيد برضه في حلقه من حلقاته، قلنا ان نادي الزمالك اولا ده نادي كبير جدا يعني، ده يعني قلعه رياضيه كبيره في مصر وفي العالم العربي وفي افريقيا وفي الدنيا كلها. لما وده نادي كرة قدم، ركز بقى على الكلام اللي انا هقوله لك. نعم. وبرده معانا الاستاذ سعيد يشاركنا في الحوار. حلو استاذ سعيد يا كابتن عصام. كابتن سعيد. ده استاذ دي شتيمه ولا ايه؟ لا حلوه جميله، اقول لك حلوه. جميله. ده في ناس بتزعل لما تقول لها كابتن وهي تقول لك لا استاذ. لا يا باشا انا سعيد من غير استاذ ومن غير كابتن، انت استاذنا يا استاذ عصام. لا اصل هو عنده التايتلين، استاذ كاعلامي وكابتن كرياضي. يعني راجل. لا هو طول، هو المفروض يعني طول ما هو في الملعب يتقال له كابتن، كمدرب او هيد كوتش او مدير فني او كده او لعيب يتقال له كابتن، لكن طالما هو مثلا بيشتغل بره في عمل اداري يتقال له استاذ. انا بتكلم كقاعده عامه. طبعا انت استاذنا يا باشا وكلامك سليم. انا بتكلم بصفه عامه والله. كلامك احنا النهارده مستضيفينه ككابتن يعني. كنجم نادي الزمالك. لا ربنا يبارك له ان شاء الله. حبيبي يا كابتن عصام، ربنا يخليك. بص يا عزت، اتفضل. الاختيارات مع احترامي الشديد للناس اللي بتتولى المسؤوليه في نادي الزمالك، سواء لجنه المستشارين او اللجنه التنفيذيه، كلهم ناس افاضل وكلهم ناس طبعا كل التقدير على دماغنا، ناس قيمه وقامت في عملهم، لكن معظمهم او الاغلبيه منهم يعني اختيارات خاطئه لتولي مسؤوليه اداره نادي كبير زي نادي الزمالك. معظمهم ما عندوش خبره الكافيه او الخبره اللي احنا نقدر نقول عليها اللازمه في اداره نادي رياضي، بغض النظر بقى زمالك او غير زمالك. ولما يكون نادي الزمالك يبقى احنا نقف هنا وقفه جامده جدا. تمام؟ تمام. ودي مش مسؤوليتهم، اختيارهم مش مسؤوليتهم، ماشي؟ هم مسؤوليتهم حاجه ثانيه. انا هقول اختيارهم مسؤوليه الوزير طبعا، السيد الوزير. طبعا دي مسؤوليته هو. الاختيارات معظمها خاطئ جدا جدا، وهقول مكمن الخطوره فين ونقطه الضعف فين. لما بقول نادي الزمالك لكرة القدم، مع احترامي لكل الألعاب المختلفة، هو نادي الزمالك لكرة القدم. تمام. مع احترامي للسلة والطايرة واليد على دماغي من فوق برضه. لكن نادي الزمالك اكتسب شعبيته وتاريخه وجماهيريته وبطولاته الرئيسية في كرة القدم. الملايين اللي بتشجع الزمالك دي في العالم كله، في العالم العربي والإفريقي وفي مصر، نتيجة كرة القدم. اللي يقول لك غير كده يبقى كذاب. طبعا كلام سليم طبعا. لما اجي انا اعين لجنه المستشارين وما فيش حد منهم مارس كره القدم، ماشي ما لقاش حد من ال 5000 مستشار لاعب كره قدم اللي هم اعضاء في النادي يحطوا في اللجنه الثلاثيه، ماشي. لكن لما تيجي تحط اللجنه التنفيذيه يا معالي الوزير، ولا واحد فيهم كره قدم؟ لا بقى بكتير يعني. وبيزعلوا من الكلام ده يا استاذ عصام لما تقول كده، بيزعلوا. انا ماليش دعوه. ما بقول لك بيزعلوا، يقول لك انتوا بتهاجمونا وبتعملونا. يا كابتن سعيد، يا كابتن سعيد اتفضل. انا في المقام الاول انا راجل صحفي، انا راجل ناقد، ماشي، وراجل عضو في نادي الزمالك وزملكاوي طبعا زي كابتن عزت وزي. انا هتكلم ناحيه فنيه نقديه بحته، ماشي، وناحيه اداريه. اللي عايز يسمع يسمع، واللي مش عايز يسمع هو حر. أنا ما بكتب عمود أو ما بكتب مقالة ببص للصح والحق، ما ببصش مين يزعل ومين ما يزعلش. ماشي. أنا ببص للعلم اللي احنا اتعلمناه. لما نادي الزمالك لكرة القدم صاحب شعبية ضخمة في العالم العربي وفي أفريقيا وفي مصر، اللي بيديره بيخطط استراتيجياته للرياضة وللعبة الأولى كرة القدم، ما يكونش في حد فيه كرة قدم، يبقى احنا بنهزر ازاي يعني؟
يعني اي مجلس بيجي بيتم تعيينه او بالانتخاب حتى بيجي يروح حاطط واحد عنده في كرة القدم، يعني مثلا مرتضى منصور حط مثلا اسماعيل يوسف، حط مثلا فاروق جعفر، انور حط مثلا، يعني لازم يكون في ناس بتاعه كرة قدم. ازاي إدارة بتخطط؟ محدش فاهم في كرة القدم. وده نتاج ايه بقى؟ وتسبب في ايه بقى؟ انت تسبب في انت جبت اثنين مثلا لعيبه في موسم الانتقالات الشتوي، واحد فيهم ما يلعبش في بطوله افريقيا والتاني مش على مستوى نادي الزمالك. يعني ما هو دي امر انت يعني ما هو امر مش طبيعي، مش منطقي، مش عقلاني اطلاقا. نادي بحجم نادي الزمالك وتاريخه وجماهيريته ما يتحطش لا في اللجنه المستشارين ولا اللجنه التنفيذيه، ان كانت اللوائح او اللائحه اللي كانت موجوده بتقول لك مستشارين بس خلاص ماشي. طب اللجنه التنفيذيه كان في لائحه ليها برضو؟ لا ما فيش اللجنه التنفيذيه كان ليها لائحه، يعني ما فيش لائحه اللجنه التنفيذيه. طيب خلاص، طالما انت ما حطيتش في الهيد بتاع النادي او في رئاسه النادي او في الناس اللي بترسم سياسات النادي للالعاب او الانشطه حط فيها كره القدم، انت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ لازم الكره هتقع، دي حاجه. الحاجه الثانيه هم ما عندهمش خبره كافيه، دي حاجه ثالثه بقى. ان كان في مستشارين انا اعرفهم اساسا في نادي الزمالك، ويمكن الكابتن سعيد يعرفهم، ازاي ما يجوش في اللجنه المستشارين ناس من ابناء النادي؟ المستشار سمر ابو الخير عندك من ضمن الاسماء، ناس اشتغلوا في مجال الكوره، لا انا ماليش دعوه بالكوره بقى، انا بتكلم عن اللجنه الثلاثيه القانونيه او المستشارين. احنا في 5000 مستشار، بقول ضمن الاسماء يعني كانوا قضائيين من 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 يعني من ابناء النادي. غير طبعا مستشار السامر وخير، هو صديق واخ وعشره عمر طبعا وحبيبي وصديقي، لكن في برضه المستشار محمد رمزي مساعد النائب العام. ازاي ما يجيش في الاختيارات؟ وفي اخرين كتير جدا، مش عايز اذكر اسماء عشان ما حدش يزعل، ولان انا طبعا مش هقدر اقول ال 1000 ولا 2000 من الناس، فالباقي يزعل، مش هقدر اقول بقيه الاسماء، انا بدي عينه يعني يعني عايز تقول لجمهور نادي الزمالك ان الامر غير قاصر، الزمالك الاعضاء اللي فيه مش 3 4 مستشارين، لا ده في 1000 2000 مستشار موجود جوه النادي، يعني دايره الاختيار واسعه. ايوه طبعا. وبعدين انت لقيت الاختيارات غير جيده على مستوى اداره النادي، لكن هم غير محترمه وجيدين في عملهم وفي وضعهم، وناس فوق اي مستوى لاي نقد، وناس على دماغنا وفوق برضه. لكن احنا بنتكلم على حته خبره الاداره الرياضيه. انا ايه المانع ان انا اغير؟ ايه المانع ان انا اضيف؟ مش عارف اسيب الثلاثه وزود. انا ما عنديش مشكله. وجات لك جات لك على طبق من ذهب وقالوا لك اللائحه تم الغائها، انت شكل وغير وعدل وزود. ده خد القرار وبعد كده رجع فيه الوزير. خلاص قعد مع الناس، وقعد مع كابتن حسين لبيب، وقعد مع الاستاذ هيثم عبد العظيم، بس ما خدش القرار، يعني كان مشروع قرار يعني. قعد خلاص وقال لهم خلاص انتوا هتمسكوا. بص يا كابتن عزت يا كابتن سعيد، بص انا عايز اقول لك حاجه، بلاش نقول اسماء وقعدات علشان الناس بقى ما تزعلش مننا. لا ما هو ده حصل، لا اللي اصله قعد وما تعينوش، مش مشكله بقى، وبعدين الناس هتطلع تنفي وحرج يعني. لكن انا هقول لك حاجه، ما قعدش مع حد خالص. لا قعد والله. لا ده هو بيضرب مثل يعني كانه ما قعدش. اقعد وضيف، اقعد وضيف. ايه يعني الحكمه في الاصرار على الاستمرار بالشكل القائم دوت؟ معايا عزه؟ معاك. ايه الحكمه في الاصرار؟ وانا مش لاقي سبب للاصرار على التكمله بالثلاثي الموجود يعني. لا بتغير ولا بتضيف ولا بتزود. حاجه غريبه جدا غامضه. يعني انت شايف اليد فيها مشكله، الطايره فيها مشكله، السله فيها مشكله، القدم طبعا مشكله المشاكل، ماشي. انت شايف النادي بيعاني. انا شفت صور، انا عايز يمكن احاول ابعت لك يعني صور الاسبوع الجاي في حلقتك يا عزت تعرضها لمرسى طرح النهضه بتاع نادي الزمالك ان شاء الله. الاسبوع القادم هنعمل حلقه تانية. انا هاخدك تاني بعد فاصل قصير جدا، في فاصل سريع، خليك معانا
هتكمل معانا بعد فاصل قصير. اعتقد ان انت مرتبط بحاجه او مرتبط بحلقه اخرى. فبنشكر النجم الكابتن سعيد لطفي ونطلع لفاصل قصير جدا. عايز منك كلمه اخيره. انا طبعا تحيت الاستاذ عصام الحسن، ومن الشخصيات المحترمه جدا اللي بتحب نادي الزمالك ودون يعني الرغبه في اي مصالح، فكلامه على دماغنا وانا يعني بايد كلامه تماما. يعني انا بشكرك كابتن عزت، وعايز اقول لجمهور الزمالك معلش استحمل، احنا شويه كده وشويه كده، واحنا بنيجي نتكلم في البرنامج بنتكلم للصالح العام من قلبنا، ما بنتكلمش لمصلحه فلان او ضد فلان او عشان خاطر حاجه، بس عشان الناس تفهم ان احنا بنحب نادي الزمالك واحنا دايما مع الزمالك مش مع اشخاص. ده اللي انا كنت عايز اختم بيه. اشكرك كابتن سعيد. فاصل قصير وبعده بكمل مع الكاتب الصحفي الكبير استاذنا الاستاذ عصام الحسن. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم من جديد، سهره زملكاويه. طبعا شكرنا الكابتن سعيد لطفي، وموجود معنا الكابتن عصام الحسن، وبنكمل معاه مكالمتنا. لكن احنا قبل ما يدخل على المداخله الكابتن عصام ويكمل اللي كان بيقوله، حابب برضو اؤكد على ان احنا لا خصومه ومش عايزين نزعل اي حد. كل الدعم لكل من يحمل اسم نادي الزمالك سواء كان اداري او لاعب او مسؤول، دعم. لكن النقد محدش فوق ان احنا نقول حاجه صح وحاجه غلط، دي شغلانتنا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي والاعلامي. شغلانته هي النقد، ان يقول ده صح وده غلط، واحنا في كثير من الاحيان بنقول الحاجات وبتطلع مظبوطه. احنا بنعمل مقارنات بسيطه كده، الزمالك محتاج ايه، لان احنا شايفين ان الزمالك وجمهوره زعلان. يعني حتى بعد ما تزعلوش، لا احنا زعلانين، في ناس زعلانه كتيره جدا، لان نادي الزمالك لما تقال له ما حدش هيقرب لك ولا لا مساس وما تزعلوش، لا، في حاجات زعلت جمهور نادي الزمالك، في مشاكل في التعاقدات، في مشاكل في التجديدات، في مشاكل في الفريق الاول لكره القدم، في مشاكل لكره اليد، في مشاكل اداريه موجوده، في مشاكل ماليه كبيره جدا موجوده، بنعمل عليها سبوتات وبنقول ان احنا جمهور نادي الزمالك محتاج الاداره تتعامل بشكل معين او تتغير او تدعم، يعني حط لها دعم. وعندنا وسيله، الدكتور اشرف صبحي عنده وسيله ان هو يدعم، لان تم الغاء اللائحه اللي هو على اساسها عين مستشارين. ايه مشكلتي ان انا ادعم الثلاثي بكمان ناس متخصصه الكل يساعد في اعلاء شأن نادي الزمالك؟ ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. احنا مش بنتكلم كلام وخلاص، ولا بنهاجم لمجرد الهجوم، وما عندناش حسابات خاصة، وما عندناش انتماءات لشخص دون آخر. يعني أنا عندي المستشار عماد عبد العزيز يساوي المستشار مرتضى منصور كعلاقة شخصية، لكن عمل إداري بنقول اللي بيفيد النادي إيه واللي ما بيفيدش النادي إيه. لا لا، كتير جدا خسرنا المستشار مرتضى منصور، كنا بنقولها بمنتهى الأمانة والوضوح والصراحة. جمهور الزمالك افتقد المجلس المجمد، افتقده، لأن اللي جاء بعده ناس ما عندهاش خبرات إدارية رياضية، ناس مش عارفة تدير يعني، لكن ما بنقولش عنهم شيء سلبي فيما يتعلق بشخصياتهم، هم ناس قامات كبيرة وفوق دماغنا من فوق. خليني أخذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام الحسن. طبعا بعتذر لك على الفاصل أثناء المكالمة كابتن عصام. كابتن عصام معاك، الصوت مش واصل يا جماعة. سامعني يا أستاذ عزت؟ الصوت مش واصل كابتن. لا الصوت مش واصل جوه الاستوديو، مش واصلني، مش سامعه. يعني نحاول نظبط المكالمة لو تسمحوا يعني. الو. طيب هنحاول مرة ثانية مع الكابتن عصام الحسن. يعني ممكن اسمعه في الاربيز لكن مش سامعه جوه الاستوديو، انت مش موصله في السماعة داخلية. طيب حاول تصلح الصوت واحنا بنكمل مع بعضينا، يعني علشان في هنفتح باب المداخلات لكل الجمهور. فانا مش عايز حد يزعل من النقد، يعني كل الاحترام والتقدير لكل اللجان الموجوده في نادي الزمالك، وانا راجل زملكاوي، كل انتمائي زملكاوي، ومش رايحين ناحيه الاهلي خالص، ولا بنتكلم عن الاهلي، لكن بنتكلم عن نادينا. احنا عندنا مشاكل إدارية، مشاكل مالية، اهم المشاكل اللي بيتعرض لها نادي الزمالك دلوقتي داخليا ازاي اجدد للعيبة، سواء كان اللعيبة دول بيمثلوا كرة القدم او كرة اليد. يعني لما يكون عندي تسعة
من أبرز اللاعبين في كرة اليد انتهى العقد بتاعهم والأندية بتتفاوض، أندية كتيرة بتتفاوض مع اللاعبين التسعة، وإحنا ودن من طين وودن من عجين ومش بنتحرك، دي مشكلة مين؟ ما هو مشكلة إدارة، مشكلة إدارة مسؤولة في نادي الزمالك. لما يكون ساسي كان قاعد النهاردة بيتفاوض مع نادي بيراميدز وماشي، مشكلة إدارة. لما لقي بعض اللاعبين في اللي رايح قطر واللي عايز يروح نادي منافس واللي عايز يروح معرفش فين، مشكلة إدارة. الكلام ده ما كانش موجود ليه؟ لما لقي صراعات عندي في مركز حراسة المرمى مثلا واثنين من الحراس ولا الثلاثة ده بيقول كلام وده بيعيد كلام والاثنين ضد بعض وما بيتكلموش مع بعض، دي مشكلة إدارة. لأن الكلام ده نفس الأشخاص ونفس الحراس ونفس اللاعبين ونفس كلهم موجودين أثناء الإدارة السابقة، ومحدش كان يقدر يفتح بقه بالوضوح كده، محدش كان يقدر يتكلم. قوة شخصية رئيس النادي أو الإدارة ككل في فرق كبير جدا. احنا بنتكلم عن قوة الشخصية الإدارية، ماليش دعوة بالشخصية خارج إدارة نادي زمالك، شخصية إدارية. قوة الشخصية في القرارات، مش في الكلام ولا في الصوت العالي، لا في القرارات. الشخصيات قلنا كلنا الشخصيات كلها على المستوى الإنساني تساوي بعض، كلهم رموز وكلهم على رأسنا من فوق وكلهم أساتذة وكلهم أفاضل وكلهم أجلاء، الكل على فكرة بلا استثناء. أنا هنا بتكلم عن قوة الشخصية الإدارية، بتكلم عن منصب مش عن شخص، بتكلم عن رئيس نادي كمنصب، ماليش دعوة بالاسم. لا لازم يبقى فيه قرارات مش بيانات، لا لازم يكون فيه وقفة مع اللاعبين اللي بدأت تتجاوز في حق زمايلها أو في حتى الجهاز الفني، اللي مرة ناس ما تنزلش التدريب، مرة ناس بتتكلم ضد بعض، مرة ناس ما بتسمعش الكلام، واحد بيكتب على الفيسبوك واحد بيكتب على الانستجرام، الكلام ده ما ينفعش وكان ما بيحصلش أثناء الإدارة السابقة. طبعا أنا بعذر إدارة نادي الزمالك أو اللجنة الثلاثية. طب هاخد بعض المكالمات ونرجع تاني للكابتن عصام الحسن لحد ما الصوت يتصلح. أستاذ أحمد علي تحياتي. تحياتي لحضرتك، اهلا وسهلا بيك، انا بكلمك من السعوديه من الدمام. اهلا بيك وتحياتي لكل اهل الدمام ودعواتك في الايام المباركه دي وفي الاوقات الشريفه والمكان الشريف اللي انت فيه. اهلا وسهلا بيك، ربنا يكرمنا وكل عام وانتم بخير كده. وحضرتك بخير، اتفضل قول مداخلتك عشان ناخد اللي بعدك. بس والله انا بشايف ان الفتره دي حاليا ان الزمالك هو اللي بيقدر النقط، يعني في يعني تجيله كده فرصه، والسنه دي المفروض يعني الزمالك يحصل الدوري بدري. صحيح. فالمفروض يعني احنا نشيل من دماغنا وكل شويه نحط حجج للعيبه، بنقول لا احنا لا والله في مؤامره من الناس حواليه، في تآمر في كذا، لا احنا لازم نحمل المسؤوليه للعيبه، واللعيبه هي المسؤوله على اداره هذه الكره، والجهاز الفني لازم يشيل هذه الخلافات ما بينه وبين المستمع. فهذا لو حطينا الموضوع في هذا الإطار إن المسؤولية الكاملة على اللاعب أو على المدير الفني، الجمهور بيضغط في هذه النقطة، اللعيبة بتعمل نتائج كويسة، ولكن لما نرجع لهم حجج بقى نقول والله في مؤامرات وفي مش عارف إيه وفي وإيه، كل الدنيا مش معنى الأهلي، هم من الأهلي مثلا مضغوط ضغط شديد وبنقول الجدول مش كويس وبنقول أنت انتمائك زملكاوي صح؟ أنا عاوز أقول لا سؤالي بس معلش جاوب، أنت انتمائك زملكاوي؟ زملكاوي. انت عايز تجيب الضغط على او نضغط على اللاعبين ونقول ان مفيش مؤامرات ومفيش حكام ومفيش. على فكره ان احنا النهارده لو بتتفرج على الحلقه لا جبنا سيره مؤامره ولا جبنا سيره حكام، احنا بنتكلم عن مشاكلنا الذاتيه، لكن اللعيبه عندها او عليها لوم كبير جدا، وكمان الجهاز الفني عليه لوم والاداره عليها لوم. لا الزمالك ما عندوش مشاكل اللعيبه، ما فيش جهاز لاعب. بس انا عايز اتكلم سؤال، اتفضل. مين بديل اوباما؟ مين بديل ساسي؟ ساسي ليه اكثر من 3 4 ماتشات ما بيلعب، عايز الاحتياطي ينزل. ما فيش لا ساسي النهارده لو مثلا ساسي لا قدر الله حصل اصابه، مين بديله؟ هو كان امام عاشور وفي في اكتر من بديل في نفس المركز، خلاص خد 12 مباراه. ما هو ده اللي انا بقى هسالك فيه. انت شفت امام عاشور؟ انا شفت امام عاشور كويس في فيديو. خلينا في الامر الواقع،
امر واقع ايه؟ ما هو انت ما تقوليش ما فيش مؤامره، وامام عاشور غلط غلطه، ومحمد طلعت غلط نفس الغلطه بل اشد واشنع، واحد خد 4 مباريات وواحد خد 12 مباراه. يعني امام عاشور، امام عاشور ليه هيستوري موجوده قديمه، ليه كان 8 مباريات في الايام الاتحاد اللي عدى، ادوا له 4 مباريات وادوا له 8 مباريات في ليه. هو امام عاشور اصلا قبل ما يخش المشكله عنده مشكله امام عاشور. انا بتكلم في الزمالك ليه ما يكونش فيه بديل واحد واثنين وثلاثه؟ يعني عايز تعاقدات جديده، عايز تعاقدات جديده يعني. ايوه لا، والانتقاد الشتويه اللي عدت ليه ما عملش، ليه ما عملش تغييرات؟ ما ده اللي احنا بنقوله، ده احنا اللي بنقوله. اوباما، طب اوباما مين البديل؟ اوباما بتجيب احمد سيد في النص ما بينفعش، بتجيب شيكابالا في النص ما ينفعش، بتجيب يا بيه في اخطاء. انت عايز رقم 10 يكون حد مميز تاني بديل لنفس مركز اوباما، يعني عايز ناس مختلفين عن الموجودين. الماتش اللي عدى خطا رهيب. بص انت بص عيد كده الماتش اللي عدى، هتلقى المدير الفني ما بيكلمش اسامه، بيتكلم اللي هو اللي اسمه عبد المقصود اللي تحته. طب ليه؟ في خلاف موجود، هذا الخلاف بيترجم لايه؟ في مشاكل، كل اللعيبه بتحمل او كل اللي انت بتحكيه ده بقى ياخدك للجانب الاداري، يعني اداره نادي الزمالك او اللجنه المؤقته لازم تاخد مواقف. الاداره دي مين بقى المتحكم فيها؟ هم ثلاثي الرئيس، اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اللجنه دي. اللجنه دي مش قادره تحل مشكله ما بين اثنين جون موجود عندك ما بين جنش وبين والله التالي. والله كلامك محترم، ودي اللي بختم بيها معاك، كلامك محترم. إدارة لازم تحل إدارة المشكلة. إدارة مش عارفة تحل، تجيب بدائل موجودة. لا دي أنا خلينا بص، احنا بنتكلم احنا في مشاكل فنية، وفي للمدير الفني اللي كنت أنا عايز أقول لك حاجة بس ما تزعلش مني كده. أنا أقسم بالله إن جابوا المدير الفني عشان حظه عالي في النقوش الكبيرة. لا مش حظ عالي، هو مدير فني كبير برضه. بشكرك شكرا جزيلا. هو يعني مش حظ عالي في المطشوشة الكبيرة، لا هو طبعا انت كلامك كده يعني في حاجات يعني صح، وفي حاجات انا بختلف معاك فيها. لا كارتيرون مدير فني كبير، لكن واضح ان الظروف المحيطة او اللي الزمالك مجهزها له مش على مستوى الفترة السابقة. يعني هو كان عايز الجهاز اللي يشتغل معاه أشخاص معينين، سامي المجموعة اللي كانت شغالة معاه، لكن احنا فرضنا عليه ناس مختلفة عن الناس اللي كانوا موجودين معاه. لا في مشاكل مالية، في مشاكل إدارية، في قرارات تربوية لازم تتاخد، ده كله ما بيتاخدش، بيحصل فيه بعض المشاكل. لازم إدارة الزمالك تعمل وقفة مع الذات كده ومع النفس وتعيد حساباتها. معنا مين تاني؟ يا ريتنا. طيب الخط اتقطع، خليني برضو أكمل في الجزئية اللي قالها المتصل. إحنا ليه بنقول مؤامرات وليه بنقول مشاكل؟ أنا ما كنتش حابب أتكلم عن قصة خارج المستطيل الأخضر اللي هو قالها بعض الإعلاميين المنتمين للنادي المنافس، لكن فعلا في حاجات غصب عنك لازم تطلع تتكلم عليها. يعني نفس المشكلة بنفس الكيفية، بالعكس يعني أنا لما بضرب مثل على إمام عاشور، رغم إن أنا مختلف مع إمام عاشور في تصرفات كتيرة جدا وأخيرها التصرف الأخير ده، لكن ما ينفعش أديله 12 مباراة وبعديها بشوية أدي الواحد 4 مباريات عمل تصرفات أسوأ من اللي عملها إمام عاشور، وإيه المقاييس وإيه المعايير أنا مش عارف. خليني أخد كابتن سيد جودة كبير مشجع الزمالك. كابتن سيد تحياتي. إزيك يا كابتن عزة؟ اهلا بيك كابتن. مين معايا؟ طيب مين معانا يا جماعه؟ كابتن سيد، اهلا بيك يا كابتن سيد. يا ريت تبعد عن التلفزيون لو تسمع، يعني ابعد بالموبايل عن التلفزيون يا كابتن سيد. حبيبي انا بعيد قوي عن التلفزيون. اتفضل يا حبيبي. اتفضل حضرتك. كل سنه طيب. وانت طيب يا حبيبي، وكل سنه والاسره كلها سعيده. وبارك لي لاحمد ابراهيم والبنت حضرتك، وبالتوفيق والسعاده يا رب. انت لازم تيجي الفرح بقى ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. ربنا يحفظك كابتن حبيبي. يوم 16 ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. خلينا نتكلم كده كل شيء. ادخل على الزمالك بقى. نخش بقى على الزمالك وعلى الاداره وعلى المدير الفني كارتالون.
السبب في تدهور نادي الزمالك هم حاجتين اثنين. اول حاجه من ساعه الراجل ده ما مشي ما كانش رجع نادي الزمالك. كارتيرون مش انا بتاع طلب مخصوص هي خدنا الترس وخدنا الدوري وخدنا لعيبه في جو يعني غير الجو اللي احنا فيه دوت، وكانت اللعيبه في استقرار والنادي كان في استقرار. انما انا بناشد من خلال برنامج بتاع حضرتك او الحته الثانيه بقى، الحته الثانيه تخيل قناه نادي الزمالك الشرعيه بتاع نادي الزمالك الاستاذ احمد عفيفي اقسم بالله هو السبب في هزايم الزمالك يشوفوا بقى الخصم لاله نادي الزمالك امتى وده برنامج تقصد التحليل الفني البرنامج فني وهندسه بص يعني انا بتفق معاك في الجزئيه دي بس انا عايز اقول لك ان البرنامج ده خلاص ما خلاص البرنامج ما خلاص يعني انا مش عايزك تنتقده لسبب بسيط جدا. البرنامج ده هيتم ايقافه وفي بدله في برنامجين داخل قناه نادي الزمالك والكابتن احمد عفيفي خلاص تعاقد بعتقد مع السعوديه الرياضيه. يعني دي حاجه اتفضل انا بناشد سعاده الرئيس المحترم الاب الشرعي لمنتخب عبد الفتاح بيه السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه برجوع مرتضى منصور، ده مطلب رهيب نادي الزمالك 50% من جمهور من دوله مصر وهي بتطالب بعوده مرتضى منصور. تخيل مرتضى منصور لو موجود يا كابتن عزت لا الزمالك خسر ولا شك الزمالك خسر. يا ريت تقف في مكان فيه شبكه يا حاج سيد، الشبكه عندك بتقطع، لكن انا اللي وصلني ان انت بتعمل مناشده بعوده، بشكرك كابتن سيد جوده، بعوده المستشار مرتضى منصور. احنا كلنا بنتمنى طبعا يعني عوده الاستقرار والمجلس المنتخب المجمد لنادي الزمالك. احنا شفنا انجازات على المستوى الانشائي، شفنا انجازات على المستوى الرياضي، والزمالك في التوقيت الحالي زي ما كتب كده المستشار محمود العسال فقد حاجه مهمه جدا، فقد قوه كبيره جدا. كان اي حد قبل ما بيجيب سيره نادي الزمالك بيعمل لاداره نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور الف حساب. كان اي حد قبل ما بيتخذ قرار ضد نادي الزمالك كان بيعمل لاداره الزمالك والمستشار مرتضى منصور مليون حساب. كان اي اعلامي قبل ما بيجيب سيره لاعب في الزمالك او اداري في الزمالك او صفقه عن الزمالك كان بيعمل مليار حساب. ده كله اعتقد ان فقدنا منه جزء كبير في التوقيت الحالي. يعني اعتقد يعني الزمالك في التوقيت الحالي كل من هب ودب بيطلع يتكلم. هاخد الاستاذ خالد. منين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ خالد. منين؟ اهلا وسهلا يا كابتن، انا خالد من الخبر في السعوديه. اهلا وسهلا. وامريكاوي قديم عندي. اهلا بيك يا استاذ خالد وتحيه. يعني المداخلات اغلبها من المملكه. يعني الله يخليك يا فندم. اتفضل. طبعا انا بشكر حضرتك على المداخله وطبعا سعيد ان في برنامج مخصص يدافع عن الزمالك. انا بس بلفت نظر يعني سمعت المداخله الاخ اللي بيقول ما فيش مؤامره، فانا يعني عمال احلل تاريخ مجالس الادارات وتاريخ حل مجالس الادارات وتاريخ ضرب الاستقرار لنادي الزمالك ومش عارف يعني ما فيش مؤامره. هو ضرب استقرار مجلس اداره الزمالك بدون اي ادله يبقى مفيش مؤامره؟ هو الناس عماله تلوم اللعيبه، انهي لعيبه؟ اللعيبه ديت كان في فبراير 2020 مقصره الدنيا وهي اللي لا بس ده ما يمنعش ان اللعيبه مقصره يا استاذ. يعني حتى وان كنت معاك ان عدم وجود اداره قويه بتفرق، لكن اللعيبه برضه مقصره. يعني مش هدي لهم العذر. يا فندم حضرتك لو شغال في شركه ومجلس اداره الشركه اتغير انت نفسك هتهتز. مجلس اداره الشركه اتغير مستقر وبتاخد مستحقاتك وعندك اداره قويه واداره بتديك ترباطك وفي ثانيه كده تقول للاداره معلش عندك مخالفات
شيء مختلف. انا بتفق معاك في جزئيه وبختلف في جزئيه. يعني انا بتفق ان الـ ان ان الزمالك فقد قوه مجلس اداره كبيره جدا وشخصيه اداره كبيره، اي حد كان بيعملها الف حساب قبل اي قرار قبل اي تصريح. لكن بشكرك طبعا على اتصالك، لكن بختلف معاك في جزئيه مهمه جدا، ان انا ما اديش المبرر. يعني مش معنى ان رئيسي في العمل ولا مجلس ادارتي اتغير ان انا يبقى عندي المبرر ان انا اتدلع. يعني ده انا شايفه ان هو ليس صوابا يعني. فلكن ان شاء الله موجودين في ما يخص نادي الزمالك كل جمعه، هنتكلم في سهره زملكاويه وبرنامج زملكاوي خالص وشامل، نتكلم فيه باستفاضه ومن قلبنا، لا مع حد ولا ضد حد. كل اللي بيحب جمهور نادي الزمالك وبيعشق الكيان كزمالك يتداخل معانا، يشرفنا، يتكلم، يقول اللي هو عايزه بلا تجاوز في اي شخص. قبل ما اختم هاخد يعني كلمتين صغيرين جدا مفروض كنت اقولهم في الانترو في البدايه، بما اننا في شهر فضيل وشهر كريم، لكن كابتن سعيد كان ملتزم بتوقيت معين فدخلنا بيه، وهاخد اللي كنت هقوله في البدايه في الوقت الحالي. احنا في شهر كريم، خلصنا رياضه، كلام عن الرياضه خلصناه. حابب من خلال قناه الصحه والجمال والشاشه الراقيه الجميله اللي بتدخل كل بيت ان انا اقول لكم ان احنا في ايام مباركه وايام فضيله وايام كريمه. ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الايام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الاماكن على بعض، وبعض حتى الانبياء على بعض. افضل الايام وأفضل الليالي وأفضل الأوقات اللي تقدر فيها تاخد ثواب سنوات كتيرة جدا، بما أننا عمرنا قصير ربنا عمل لنا ساعات وأيام وليالي كده الثواب فيها يبقى متضاعف. أنت داخل على العشر الأواخر، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. كل ليلة حاول تتعامل فيها بأنها احنا شايفين التفشي وشايفين الكورونا وشايفين حالات الوفاة اللي احنا بنشوفها كل يوم، عشرات من اللي نعرفهم على التواصل الاجتماعي بنشوف ده وبنشوف ده، فما تعرفش انت هتلحق يبقى في رمضان تاني ولا مش هتلحق، هتلحق هيكون في عشر اواخر تاني ولا مش هتلحق. خلينا نغتنم العشر الاواخر من رمضان وكل الاوقات الفريضة في الوقت ده بسبعين فريضة. في ليلة من الليالي موجودة في هذا الشهر الكريم لو أدركتها في العشر الأواخر بتساوي عبادة أكتر من 80 سنة. كل ده ربنا إداه عطاء وهبة في هذا الشهر الكريم. دي كانت وصيتي اللي أنا كنت حابب أبدأ بيها لكن ختمت بيها. إن شاء الله انتظرونا الجمعة القادمة في سهرة زملكاوية. إلى اللقاء، كنت معكم سعيدا عزت عبد القادر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.